por el credo. القضية هي أن تضع العميل الصحيح في المكان الصحيح. ابتداء من تجنيد العميل مرورا بتوفير وتشغيل الأجهزة التقنية، كل شيء يتحرك في وقت واحد. بدون عميل لا يمكن الوصول، بدون عميل لا يمكن عمل أي شيء. المجتمع الفلسطيني باشرنا البحث عن بداية الخيط. التحدي الأول الذي واجهنا هو أن نتمكن من التحدث إلى عميل بشكل مباشر. أثناء البحث وجدنا معلومات عن عميل. نستضيف اليوم الكاتب الفلسطيني صالح عوض. نرحب بك سيدي الكريم في مقر وكالة الأنباء الجزائرية. حياكم الله. هذا العنصر كان وما زال يشكل صندوقا أسود بكل تفاصيله. والأمن موجود، الأمن بمعنى التنسيق الأمني على قدم وساق موجود بين السلطة وبين الأمن الإسرائيلي. أن يقنع ضعاف النفوس للتعاون معه، كيف يختارهم وكيف يجري إسقاطهم في وحل العمالة؟ قررنا أن نقترب من هذا العالم الغامض ونبحث في كيفية تجنيد هؤلاء العملاء. ما هي أدوارهم؟ كيف يعملون؟ وما هي الخطورة التي يشكلونها على المجتمع؟ تأخذها امرأة من قبل، امرأة صحفية أظن في كل العالم. قبل أن أبدأ معك النقاش. لا خلاص. خلاص ليش؟ خلاص. مو بلدي؟ أنا لست سنية. أنت شنو الآن؟ أنا لست سنية. أنت شيعية؟ أنا جدي حسين. وشيعية؟ تعرفون من هو الحسين؟ هو شيعي. ما نصيحتكم لمن يؤاخي بين الشيعة والسنة؟ هو سيدي بين كنقارن بين اهل بين السنيين، خاص من خاص ما الى كنتي غتصبغوا اسير انك اخيك، لكن سينا محب الدين الخطيب في دعاة التقريب. يعني الناس هذا الفعل الذي يفعلونه انما طمعا، يعني يطمعون الشيعة في ان يتشيع السني، ليس يريدون ان يعرفوا الحق ويتبعونه ويعرفون السنة فيتبعونها. علاش هذه المعاملة شيخي؟ علاش عملوني هكذا؟ علاش ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكي مع النساء، وحنا انا بناخذ الاذن يعني باش ما يقولوش غير في الكاميرا باش نخدم من هيك. ولكن انا صاحبة الحصة. ولكن معليش مش مشكلة، ولكن المعاملة رغم هذا ظفرنا بمكالمة مع أحدهم، ويتعلق الأمر بالشيخ الأزهر سنقرة الذي دلنا على مدرسة تتبع الفكر السلفي الوهابي، ويتعلق الأمر بأبي زيد القيرواني بمدينة رويبة بالعاصمة أين أكد الشيخ مزاعم سابقيه وأخبر بأن تيارهم هذا يلقى جملة من التضييقات من قبل السلطة، مستبشرا في ذات الوقت أن أتباع هذا التيار في انتشار كبير بفضل مدارس القرآن. يعني يكونوا قائمين على هذه المدارس من أهل السنة. نعم. يعني ما هم تابعين للطرقية، كلها الطرقية. موجود هذا المدارس، يعني موجودين ولله الحمد حتى في العاصمة. أشهر مدرسة وأفضل مدرسة هي مدرسة رويبة، مسجد أبي زيد القيرواني. قولنا بأبي الفشل ومنعوني من لقاء الإمام وشيخ المدرسة بحجة أني امرأة دون محرم.
الأمر ليس بغريب، إنما الأغرب أن هذه المدرسة ترعاها وزارة الشؤون الدينية رغم تحذيراتها المستمرة من هذا التيار. نزيد لكم يعني هيك برك نزيد لكم واحدة أخرى على الإرهاب زي ما كملتش. هذا اللعاء اللي قالت فركوس إرهابي دافع على أكبر منظمتين إرهابيتين منتسبة للإسلام في العالم، داعش والحشد الشيعي. قالت باللي هذا الصحفي ياسين اسمه ياسين بن ربيع خل معاقل داعش وفند الكثير من ادعاءات الإعلام على داعش. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إعلام قوي، وقال وكان شوف الآن تاريخه، لأن هذا المئة الخامسة هو وقت ظهور، قال ظهروا بعض الظهور وقوية الشوكة عليهم ولعنوا على المنابر ونفي جماعة منهم، ثم بعد ذلك بمدة في زمن ابن الجوزي ظهروا وأبرزوا وقويت شوكتهم وكانوا يقومون ويقعدون تارة لهم وتارة عليهم، ثم في زمن ابن عساكر ظهروا وبرزوا أكثر وصاروا يظهرون ويترجحون، ثم في زمن ابن تيمية ترجح أمرهم وظهر غاية الظهور، وكان الأشعري في زمنه وأتباعه لا يظهر منهم أحد بين الناس، لو كان دينهم صحيح أظهروه. قال جاء أصحاب أصحابه في زمن الهروي، وكان الواحد والاثنان منهم إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم اختفوا، وذكر ذلك الهروي في ذم الكلام يندسون، ولا يقدر أحد على إظهار كلمة، لأن أحمد توه ميت رحمة الله عليه وأصحابه فيهم قوة، والخليفة المتوكل كان مظهر السنة وهم مستخفين، ثم بعد ذلك عم الخطب والبلوى فصار ما هم عليه هو الظاهر وهو صريح السنة عند أكثر العوام، وما عليه السلف هو الخفي، لأنه ما يدي زمان إلا واللي بعد شر منه، وأنت الآن في آخر الأزمة سيكون الشر أكثر. ولقد قلت لبعض شيوخنا في ذلك يعني كلمت عن ظهور الأشعرية، فقال يا ولدي أليس قد ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ قلت بلى. قال الطائفة ليست التقليل؟ قلت بلى. قال دل على أن معظم الناس يكونون معهم على غير الحق، ستبقى طائفة، مش معنى الحديث طائفة، وصار هم الممدوحين وهم المعظمين وهم المشاهير، والسلف مساكين. من ضمن تهويلهم اللي دائما يقولونه شيخ المالكية هو أشعري، هذا الرسالة افترى فيها على أحمد ونسب المذهب أحمد وقرب مذهب أحمد الأشاعر، أبو الحسن التميمي هذا بينه وبين أحمد 150 سنة، وهو اللي زعم أن أحمد يفتي بالخروج على أمه، ونقلها دمج في كتاب الشريعة فرحان بها ويقول هذا رواية عن أحمد، رواية عن أحمد وبين التميمي وبين الإمام أحمد 150 سنة كذب. فهذه من علامات كونهم يكونون كمائن داخل الأمة الإسلامية يعلمون العدو بمواضع الضعف ويشيرون على ولاة الأمر بالإشارة الزور، حيث أشار ابن العلقمي على الخليفة بأن يسرح 90,000 من الجيش، فإذا بقي 10,000 ماذا يفعلون؟ لا شك أن هذا من دلائل
ما عنده من الخيانة. ومن دلائل خطورة كما سيأتي إن شاء الله من دلائل خطورة الثقة به وجعلهم في الموضع الذي هو فيه موضع الاستشارة وهم ليسوا لعابئة. من ضمن تهويلهم اللي دائما يقولونه يقول عادل أبو الحسن هذا تميمي عزم الأبهري شيخ المالكية هو أشعري وعزم الداركي شيخ الشافعية أشعري وعزم واحد من الحديث يسمون من الحديث هو مثلهم وعزم ابن سمعون شيخ الوعاظ وابن مجاهد شيخ المتكلمين. فقال بعض من حضر لو سقط السقف في هذه الدعوة لم يبقى في العراق أحد يفتي الناس. شوف التهويل يعني أنهم هم رؤوس الناس. ومما يشبه هذا الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته ولا يتم التوحيد إلا به. طيب الأولى تبقى لك القرون الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى إلا ثلاثة قرون. الصحابة والتابعين والتابعين ما يكفون بذولا. نقرأ وش قال الشيخ. الشيخ إذن الخلفية هذه مذهب خطير متستر ينشر الشرك ولذلك الآن اقترنت الأشعرية بالصوفية يقدم مذهب الجهمية بطريقة ماكرة ومخادعة يقول لك يقول القرآن غير مخلوق ولكن ليس هذا اللي بين الناس. القرآن بلا حرف ولا صوت في نفس الرب يعني أثبتوا الآن كلامين وهذا الكلام تعبير يمكن محمد عبر فقط. حتى قال بعض الأشعرية المعاصرين قال أشبه ما يكون بالتلغراف الشفرة هذه تجي شفرة لمحمد ويترجمها للناس. هذا دين؟ المصاحف اللي عند الناس هذا ليس كلام الله والسماء ما في رب. لأن واحد منهم قال والله أني أستحي فقط ولا مذهبنا أن ما في السماء لأن جردوه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ينفوه من كل شيء. واللي في القبر النبوي ليس محمد ليس رسول الله لأن مذهبهم أن الرسول بمجرد موته يرتفع عنه وصف الرسالة. فإذا كان اللي في القبر في المدينة ليس رسول الله والذي في السماء ليس هو الله واللي بين أيدينا ليس كلام الله كفرنا بمذهب الأشعرية. ونحن نقول الآن كفرنا برب الأشعرية. رب الأشعرية اللي يعبدون الآن في جميع البلاد الإسلامية أنا واحد أشهدكم أني كافر برب الأشعرية. لا ينزل ولا يضحك ولا يسمع ولا يرى لأن السمع والبصر عندهم العلم وليس لهم من الصفات شيء. أقول كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا هو رب الأشعرية. نعوذ بالله من حاله. وش يقول الشيخ؟ نعم. وفي الأخير أيضا ذكر حتى بس ما يذكر الوقت على رسالة الشيخ لأن رسالة الشيخ تكفي لكن رسالة الشيخ لها خلفية. يقول أكبر من وجود أمثالكم في الجزائر يعني تزيد تنشر في الصفحة تاعها مداخلتها وحده كما هي في قناة الإرهابي علي بالحاج المغاربية الإرهابية ديال السلاح ندير الفلاش. وكانوا عرضوهم من قبل في الشروق النورمال بعد يقول لك تركوز إرهاب وتزيد تقول لك احذروا ال 123 فيه نزعة إجرامية يعني 123 بيبقى الأنجيري فيها نزعة إجرامية. أما وش نقول لك والله العظيم أنتم منبع الإرهاب. هذا باختصار قضية الإرهاب باش ما نطولوش نجوزو ذكر قضية الطعن في صفات الله عز وجل.